حياتي قاعدة في الشوارع. مات لنا قاعدين نكريو، مات لنا قاعدين نديرو حتى حاجة. ونتمنى وسيدي عن نعيش حتى نموت، اش بقى من الحياة؟ الحياة مشات، أولنا ضعف وخلنا ضعف. وإنسان من كيلحق هاد اللاج عادي تتخلاو عليه الفاميلا ديالو وتخلى عليه كل شيء. وسيد راه في الشتا والبرد. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا في منطقة سبيطة بالضال البيضاء في ملف القمة في الإنسانية. با محمد متقدم في السن أكثر من 75 سنة، المآل ديالو هو الشارع. كيبات هنا الضال البيضاء في الأيام السابقة شيئا ما كان نوع من المطر، القمة في المعاناة. راجل بهذا السن كيبات في الشارع علامة استفهام. نشوفوا الموضوع مع با محمد. با محمد لاباس عليك؟ الحمد لله. علاش كتبات هنا في الزنقة؟ هو نبات وسط فعلين، الكرا غالي عليا، اللهم نبات في الزنقة كلشي فضل. كاين المحسنين يجيبوا لي الماكلة، الماكلة كلشي عايش في فابور. ما عندكش الوليدات با محمد؟ لا الوليدات ما كاينينش. والمرأة؟ ثالث مرة مشات بحالاتها، تفارقنا على خير. امتى تفارقتي مع با محمد؟ شحال هذا؟ شي عام. وشحال انت كتبات في الزنقة دابا؟ وحياتي قاعدة في الشوارع، قاعدة إذا في الزناقي، أكادير، ما خليت حتى بلاد. ما عندك حتى شي حد في العائله اللي يعطيك شي مكان نقي ولا مؤمن فين تبات فين تعيش؟ ما كاينش، اللي كانوا ماتوا، الموت الذات القوي والضعيف، ما كاين حد والو. ما عندك لا خوت لا والو با محمد؟ وماتوا كلشي العائله كلهم. جوج بنات مشاو عند الله. كتبات دابا هنا كيفاش كدير في هذا البرد هنا والوقت كتكون بارده؟ واش غنديرو؟ جابت هذا الوقت، مات لينا قاعدين نكريو، مات لينا قاعدين نديرو حتى حاجه. شنو هو الطلب ديالك؟ شنو الحاجه اللي كتمنى با محمد دابا؟ ونتمنى وسيدي عن نعيش حتى نموت صافي، واش بقى عندي؟ اش بقى دابا 75، اش بقى من عمر؟ اش بقى من حياة؟ الحياة مشات، أولنا ضعف وخلنا ضعف، صافي، ما يفعل بينا خير الله يحملنا. بدر با محمد مشى معاك لهذاك المركز، قالوا لكم حتى مورا العيد ياك؟ أييه، قال لك مورا العيد جي مرحبا بك. المدير ديال العزازة الله يفرج عليك با محمد. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا يتكلم ببطء، ولكن صراحة قمة في الغرابة. 75 سنة متقدم في السن، هذا هو الحبل المفقود. المآل ديالو هو الشارع، صعب صراحة. تنطلبوا الله عز وجل وجو المغاربة. غادي نشوفوا الحوار مع هذا الشاب بدر، وغنوضعوا رقم الهاتف لأنه هو جارو، أننا نقدموا المساعدة لهذا الرجل. تيدي الله تعالى تولى على الخير. مشاهدينا الكرام، معنا السي عمر. هذا الرجل كيبات لي على الحيط ديالو، على المنزل ديالو، كيساعدوا مسكين وفق المستطاع. غادي نسولوا عليه في المعلومات اللي كيعرف. السي عمر، هذا الراجل تيبات لك حدا الدار و 75 سنة، ما عنده مسكين ما يرحاض، كيفاش كيعيش هذا الراجل؟ عيش عيشة أهلا عطيها شي مسلم. بنادم اللي كيلحق حتى لهذا الوقت ما يلقى حتى شي حد اللي غادي يكون به، هذا هو أصعب حاجة هي هذه. ودابا السيد كاين عاش تما، الماكلة والشراب ما كاين مشكل،
الماء ما كاين مشكل. دابا الا بغى يدخل على الكانيف ولا شي حاجه على الطواليت ما عندوش كيفاش غيدير، غيمشي على الخلا ولا الجرده ولا شي حاجه. وانسان من كيلحق هذا اللاج عادي تخلاو عليه الفاميلا ديالو وتخلى عليه كلشي، كخص المحسنين والناس اللي لا. انت السي عمر ملي جمعتي معاه شويه شنو تيعاود لك على الحياه ديالو؟ شنو السبب ديالو؟ مسكين حتى ولا جالس بحال هكا في الزنقه هو 75 عام. عاد دابا الحقيقه ما علم بها الا الله. لا اللي قال لك هو؟ هو اللي قال لك، قال لك اسيدي كان مجوج والوقت اللي لحق له هذا اللاج ما بقاش كيدخل شويه ديال الصاير وداك الشيء، المراه نفرات وخلاته ومشات. مشات عند فاميلته، ما بقى هو عنده لا اللي باي بيه ولا اللي يوكلو ولا اللي يصب ليه حويجاته، ولا عاطيها على الخروج فيما ولاه كينعس. دابا هاد اليومين كانت الشتا بلي هاد الحيط تما مدرق شويه، جا دخل تما الناس كلهم كيتعاونوا معاه، ولكن ضروري كيخصو اما شي ملجا. هادو ديال السلطات المحليه المقدم وداك الشيء، شنو قال لكم على هذا الراجل؟ ما حاولوش حتى هما انهم يقلبوا عليه على شي خيريه ولا يقلبوا عليه على شي دار العجازه ولا شي حاجه اللي يقدر شي مأوى اللي يجلس فيها هذا الراجل؟ هذا جا مع هاد اليومين ديال السبت والحد. السبت والحد كتعرف السلطات كيكونوا شويه مديرانجيين مع المواطنين ومع الشعب، مع الشعب مع داك الشيء. ما كاينش اللي دافيه. الوقت اللي داو دابا الدراري اللي دار العجازه قالوا لهم تيفوت العيد عاد جيبوه. هو دابا يبقى تما، الا بقى 3 ايام ولا 4 ايام وكانت الشتاء يقدر يموت تما. والله يحسن لهم، هذا الشيء اللي كاين. دابا نطلبوا من الله، وانتم ساهمتوا بهذه المبادره، الله يجيب له شي احسان، شي محسنين اللي بانوا به ويتكلفوا به، الله واسع. يا ربي شكرا لك السي عمر. مشاهدينا الكرام، غادي نشوفوا الموضوع مع بدر، شاب تيساعدوا مسكين تو وفق المستطاع، وهو اللي هو من الجيران طرحنا معاه المشكل كذلك، وقال لك انا ممكن توضعوا رقم الهاتف ديالي الا بغاو الناس تساعدوا. تبعوا معي اللقاء مع بدر. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا القصه ديال الشيخ اللي هو متقدم في السن، معنا الاخ بدر شاب تعاطف معاه، وهو اللي غنوضعوا رقم الهاتف ديالو حتى يدير الله تويت الخير لهذا السيد اللي هو 75 سنه وتيبات في العراء. غادي نشوفوا مع بدر الموضوع ديالو. بدر، هذا الراجل كيفاش الوضع ديالو؟ سيدي هذا اليوم الثالث معانا في هذه البلاصه، يومين وهي كانت الشتاء، وكي كتشوفوا الاجواء كي كانت البارح، وسيد راه في الشتاء والبرد، وعدنا بان غادي يمشي للخيريه وديناه لدار العجزه اللي كاينه هنايا في سجيد سيدي معروف. هذوك الناس استقبلونا وقالوا لنا من هنا 3 ايام ان شاء الله الا كانت شي بلاصه راه مرحبا به، وخذوا النمره ديالي وقالوا لي الا كانت شي حاجه راه مرحبا به. يعني هما المكان ديالهم عامر، تسناو تتخوى الدنيا. هادشي اللي قالوا. والسيد راه انتوما راه تعاملنا معاه على حسب السن ديالو، راه 75 عام تبارك الله، راه وكيعرف كلشي، راه ما حاولتيش بدر تجمع معاه تعرف السبب ديالو في المآل ديالو هنا في الشارع؟ شنو الأسباب اللي خلاتو يجي يسكن هنا؟ ودي الأسباب راه هو عاود، قال لك السيدة اللي كان مجوج بها راه طلق معاها، النهار اللي تقاد الجد ديالو راه هو في الزنق. ما عندوش وليدات؟ ما عندوش وليدات. شكرا لك أخ بدر، الله يستر لك. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا شق إنساني محض، غادي نوضعوا رقم الهاتف ديال الأخ بدر لأنه من الجوار، باش يوصل هو الرسائل والمساعدات الى كتب الله تعالى لهذا السيد، لانه حنا في اواخر ديال رمضان، وصراحه القمه في الغرابه وملف يحز في النفس. الاخ بدر حاليا تيقوم بخطوات شجاعه في مساعده هذا الرجل، تنوجه النداء لجل المغاربه في العواشر اننا نساعده وفق المستطاع. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.